تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنة الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل ملف المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه الشاحنات المتوقفة على جانبي الطرق يعني منذ عشرات الأيام وربما في بعض الأحيان أكثر من ذلك في انتظار الدخول إلى الأشقاء في قطاع غزة بسبب هذه الحرب الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين. بالطبع يعني على مدار الأيام السابقة لم يدخل إلا عدد قليل جدا 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 من الشاحنات، وهذا ما أدى إلى وصول شمال قطاع غزة إلى مرحلة الجوع، وهذا ما أعلنت عنه الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف. ولدينا تحدثوا أيضا عن وصول بعض الأطفال يعني الذين بالفعل توفوا بسبب الجوع. بالطبع قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات، لكنها هنا من الناحية المصرية مسافة السكة لأهالينا في فلسطين. تتحرك هذه المساعدات من العريش متوجهة إلى رفح إلى بوابة معبر رفح المصرية وتدخل في اتجاه معبر كرم أبو سالم، بعد خصوصا أن معبر رفح من الناحية الفلسطينية خارج تماما عن العمل بعد أن قامت قوات الاحتلال باجتياحه في يعني مايو الماضي، ثم بعد ذلك أحرقت قوات الاحتلال هذا المعبر فخرج عن الخدمة تماما. تتحرك هذه الشاحنات في اتجاه معبر كرم أبو سالم وتتعرض لأساليب العرقلة المختلفة لتمنع دخولها إلى الناحية الأخرى. هذه الشاحنات محملة بالطبع بعدد كبير من المواد الإغاثية، منها غذائية ومنها أيضا مستلزمات طبية. المستلزمات الطبية لا تصل إلى المستشفيات، ولكن بالطبع يعني الأغذية التي تدخل إلى الناحية الأخرى تعاني الأونروا والأمم المتحدة من عدم وصول هذه المساعدات إلى شمال قطاع غزة، وأيضا من صعوبة توزيعها بشكل عام بسبب منع قوات الاحتلال لمنظمات الأمم المتحدة وتحديدا الأونروا من توزيع هذه المساعدات وبقاها هناك في الناحية الأخرى في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا معرضة تماما لأشعة الشمس، مما يؤدي في بعض الأحيان لفساد هذه المعلبات وأيضا أدى لتسمم بعض الأشقاء الفلسطينيين. ولكن مصر ما زالت تتابع مجهوداتها المختلفة وتكثفها لدخول هذه المساعدات، ولم تغلق بوابة معبر رفح المصرية على الإطلاق، وما زالت هذه المساعدات تتوجه هناك وتدخل إلى الناحية الأخرى. هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم مرة أخرى.